يعني نفتخر بانه النهارده ضفنا واحد من الكبار في مصر في عالم الطب وفي الاشعه الداخليه، هو واحد من روادها في مش الوطن العربي، في العالم. اسم كبير للغايه، بيسعدني جدا وجوده معنا اليوم باسلوبه الرائع وفي موضوع طبعا مهم للغايه. فكل السعاده ان احنا بنرحب باستاذ الاساتذه في هذا المجال، استاذنا الاستاذ دكتور اسامه حته. اهلا بك. اهلا دكتور ايمن، نورنا وشرف كبير لينا. ده شرف لينا فندم، ربنا. والموضوع بقى ما شاء الله، يعني الاشعه التداخليه يعني زي ما بيقولوا اتسعت الملعب. زي ما حضرتك بتقول، يعني كلمه الغدة الدرقية دي بنقول الغدة دي تعني مجازا الغدة الدرقية، وده علشان هي ده مرض منتشر جدا عند كتير جدا من الناس. برضو علشان المشاهدين يبقوا عارفين، لو هنبتدي نقول ايه هي الغدة الدرقية، زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة الوفية اللي هي طبعا يعني في الملعب بتاعك. الغدة الدرقية دي غدة في الرقبة، في على شكل فراشة تحت الحنجرة مباشرة في مقدمة الرقبة. الغدة الدرقية دي أحد الغدد الصماء، وبتفرز هرمون الغدة الدرقية. هرمون الغدة الدرقية ده هرمون مهم جدا للوظائف الحيوية في الجسم وتنظيم أجهزة الجسم زي القلب والتنفس، وهرمون النشاط واللي بيدي الوقود للجسم. وربنا سبحانه وتعالى خلى الغدة تفرز هذا الهرمون بقدر أو بميزان الذهب والألماس. لو زاد هذا المقدار تبتدي تحصل لخبطة في وظائف الجسم الحيوية، زيادة في ضربات القلب، المريض يشتكي إن هو حران جدا وعرقان في عز البرد، وزنه يبتدي يقل. لو قل نشاط الغدة تبتدي المريض بالعكس يشتكي من الكسل أو زيادة في الوزن أو يحس بالبرد في هذا الصيف وهكذا. فالغدة الدرقية دي عضو أو أحد الغدد الصماء الهامة جدا جدا لجسم الإنسان وللتمثيل الغذائي ولكل أجزاء وأجهزة الجسم. ومن هنا بيجي أهمية الغدة الدرقية. السؤال كده مهم قوي يتنبهه خصوصا، سواء طبعا الدكتور أسامة بيه اللي شرحه دلوقتي الاعراض، لان انا بشوف ناس لسه صديقه عزيزه عليا جت تشتكي لي من وزنها زياده وانها بدات تبقى حاسه بانها عندها شويه خوف، قلت لها حللي الغده. قالت لي ما انا حللتها من كام سنه وكانت طبيعيه، طلعت الغده ضعيفه وبقالها سنين. وانا بتكلم على شكل كلينيكي، في نقطه ثانيه غايبه عن كتير من الناس اللي هي التصوير بتاع الغده عشان نعرف اذا كان في اورام ولا لا. الحته دي بقى اورام والنتوءات والحاجات اللي بتظهر في الغده، ناس كتير مش عارفاها. ده سؤال مهم جدا يا دكتور ايمن. الغده الدرقيه من اهم وسائل تشخيص الامراض او امراض الغده الدرقيه والتضخمات والكتل حاجه بسيطه جدا جدا، الموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه ده يعني احنا بنقول عليه سكريننج تيست، حاجه بسيطه جدا، مفيش العيان مفيش اي مشقه ومفيش اي تحضير. بنعمل موجات صوتية على الرقبة، بنشوف بالموجات الصوتية الغدة، حجم الغدة، هل فيها أي تكتلات، هل فيها أي تجمعات وهكذا. بنبص بالموجات الصوتية، لو هنتكلم هنقول إيه اللي ممكن نشوفه بالموجات الصوتية أو بصورة أخرى إيه هي أورام أو تضخمات أو تكتلات الغدة الدرقية. هنقدر نقسمها إلى نوعين كبار، إما أورام أو تكتلات خبيثة أو المجموعة الثانية الكبيرة الأورام والتكتلات الحميدة، وده بنقدر نشوفهم بالموجات الصوتية. الأورام أو التكتلات الحميدة بنقدر نقسمها إلى نوعين كبار، أكياس بمعنى أن التكتلات دي تبقى جواها سائل، أو أورام حميدة صلبة يبقى جواها نسيج، ودي بنقول عليها مجازا العقد أو النوديولز بالإنجليزي أو عقد الغدة الدرقية. الحقيقة في الموجات الصوتية بتقدر تدينا فكرة التكتلات دي من أنهي نوع، هل هي من النوع الخبيث أو هي من النوع الحميد بصورة كبيرة.
بتشخص بنسبة كبيرة جدا، بنتوقع بنسبة كبيرة جدا، وخاصة لو اللي بيعمل ألتر ساوند عنده خبرة. ولكن في بعض الحالات وخاصة اللي هي الأورام ليست الأكياس، اللي يمكن احنا شايفين على الشاشة هنا الصورة اللي فوق ده الموجات الصوتية على رقبة المريضة، وتحت في أقصى يمين الصورة من تحت دي تكتل الدائرة اللي موجودة على يمين دي كتلة أو عقدة في الغدة الدرقية. هنا لما بنلاقي المنظر ده احنا ساعات بتبقى الأمور واضحة، دي ماشي أكتر ورم أو دي ماشي أكتر تكتل حميد. لكن في بعض الأحيان في مثل هذه المتشابهات نحتاج نعمل حاجة اسمها عينة. العينة دي احنا برضو بنعملها باسترشادا اهو زي ما احنا شايفين، سرنجة ابرة بسيطة جدا، بنخش استرشادا بالموجات الصوتية بالكتلة اللي احنا شاكين في الكتلة اللي احنا شاكين فيها بابرة رفيعة، ابرة سرنجة، بنسحب خلايا، بنشفط خلايا من داخل هذه العقدة، وناخد الخلايا دي نفردها على شريحة ونشوفها تحت الميكروسكوب. لو الخلايا دي اهو هنا احنا تحت الموجات الصوتية داخلين بالابرة اللي هي الحاجة الرفيعة اللي بتتحرك دي جوه العقدة اللي احنا شاكين فيها، هل دي يا ترى حميدة ولا خبيثة؟ بناخد الخلايا اللي احنا سحبناها من الكتلة دي ونفردها على شريحة ونبص عليها تحت الميكروسكوب دكتور التحاليل ويقول لنا لا في هنا خلايا خبيثة، خلايا مشكوك فيها، يبقى ده النوع الخبيث. لا هنا ده مفيش أي خلايا فيها نشاط أو ليست خبيثة، يبقى ده النوع الحميد. لأن شتان العلاج. دي العينة الحقيقة برغم أنها بسيطة جدا وبنعملها في دقيقة واحدة تحت الموجات الصوتية، ولكن دي مفترق الطرق بالنسبة للمريض. مريض بيمشي إما في سكة الأورام الخبيثة أو الحميدة، وشتان طرق العلاج.